السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم أفضل أدوات سيديا لهذا الأسبوع متوافقة مع iOS 8.3 وكذلك iOS 8.4. قبل مشاهدة هذا الشرح أنصحك، أو بعد مشاهدة هذا الشرح حتى يمكنك متابعة هذا الشرح أو هذا الفيديو، وبعد ذلك المرور على القناة ومشاهدة باقي الشروحات التي تطرقت فيها إلى عدة مواضيع، منها أدوات غير هذه الأدوات. يوجد الكثير من الحلقات التي تطرقت فيها إلى أدوات، ويوجد كذلك العديد من الحلقات حول السيديا وأبل وكافة المجالات التقنية، ليس فقط عن الجيلبريك وعن عالم الآيفون. طبعا الأداة الأولى وهي أداة السير دوك. هذه الأداة كما ترى هنا في الشريط السفلي أو في الدوك السفلي تظهر لي الأيقونات بطريقة رائعة للغاية. يمكنك أيضا اختيار النمط الذي تريده من الإعدادات. طبعا هذه الأداة سير دوك يمكنك اختيار الطريقة التي تريدها لتدوير الأيقونات كما ترى هنا من هذا الخيار. على سبيل المثال سأختار ويل عجلة، ثم أنزل أسفل كما ترى هنا تغيرت طريقة التمرير بين التطبيقات. يوجد العديد من الخيارات، يمكنك تنزيل الأداة والاستمتاع بالخيارات التي توجد فيها. الخيار الثاني أو الأداة الثانية وهي أداة الكنترول بين. هذه الأداة وكما ترى هنا ظهرت لي من الجانب الأيمن، يوجد بها العديد من الخيارات: رفع الصوت، زيادة الإضاءة، خفض الإضاءة، يوجد كذلك تشغيل البلوتوث، تشغيل الفلاش، تشغيل يعني الريسبرينج أو إيقاف تشغيل الهاتف، وضع الطيران. كل الخيارات والعديد من الخيارات موجودة في هذا أو هذه الأداة بطريقة رائعة وبمنظر جذاب، يمكنك الحصول عليها هكذا فقط. يمكنك اختيار الطريقة التي تريد تفعيلها من خلالها عبر الدخول إلى إعدادات الأداة من الإعدادات كنترول بين. إذن هذه هي الأداة، يمكنك اختيار الاكتيفيشن مود، يعني هنا اخترت ضغط الزر الاعلى، فعندما اقوم بالضغط على الزر الاعلى تظهر لي هذه الكنترول. على سبيل المثال سأقوم بتشغيل هذه الأغنية هنا، بعد تشغيلها يعني والضغط على الصورة في الألبوم هنا تشغيلها يعني كما ترى ظهر لي اللايرس أو الكلمات الخاصة بالأغنية دون الذهاب إلى اليوتيوب وكتاب يعني عنوان الأغنية والبحث عن الكلمات لنطقها أو يعني حفظها. فيمكنك يعني لأي أغنية يعني كل الأغاني التي ايضا اغنية اخرى هكذا اضغط فقط، قم بالضغط على البوم وتظهر لك الكلمات. اذا كانت هي هذه افضل ادوات لهذا الاسبوع. نعم قليلة ولكنها يعني تابعته وستجدها في القناة. لم قليل سوى أن أودعكم، رجاء أن إذا عجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالضغط على زر لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. كذلك يمكنك الدخول إلى المدونة h3vw.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية كما ترى هنا: فيسبوك، سيديا، أندرويد، جميع المجالات التي قد تحتاجها، أيضا مقالات، أخبار الإنترنت. لم قليل سوى أن أودعكم، لا تنسوا متابعتي على h3vw.com. إلى اللقاء.